وانا اروح لافلام عبد الحليم، احفظ كل افلامه، بعشق عبد الحليم حافظ ومحمد فوزي بطريقه سبحان الله. فكل حياتي وانا صغير، حتى لما اروح رحلات مدرسه في الباص احط الطبله في حضني وانا ماشي. يلا انت بتعرف تطبل؟ اه طبعا. لا يعني مش زي نجم طبعا، مش زي لا يا نجم مش زي. ايوه لا 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 اتفضل تعالى تعالى احنا لازم نعمل اختبارات. انا عارف انك بتعزف كويس جدا، انما الطبله دي جديده عليا. على فكره نجم، انا احيي ادائك انت على طول، لقطت اللقطه على فكره نجم. انا بطلبه بالاسم من اهم العازفين الايقاع يعني طبعا. في انت مصر. عندك اول ما بتنزل مصر بتتعامل مع العازفين، عندك العيادي وعندك الارتيست وعندك انا حازف طبله. تعزف تغني حضرتك صح؟ هم دول بس يعني دوب. لا وتغني لهم بقى. اغني قبل كنت اغني ايه؟ اعطينا رز الفاء الله يخليك. طب ما كانش في الباص رز الفاء. عين النبي ترم يا عين النبي يا خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموز الحليوة. عين النبي يا عين النبي يا خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموز الحليوة. النار اللي بتذوبني يرضيكوا الحليوة يسيبني بالنار اللي بتذوبني. ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة. أول مرة في حياتي، أول مرة في حياتي. الله يخليك. لا وأنا الله، وانا ليا الشرف. انا اصلا موسيقي، انا قبل ما اغني انا موسيقي. انا عايزه اقول بس احساسي دلوقتي، انا حاسه لو انا في البيت، انا حاسه ان في بجد واحد صاحبنا جه دلوقتي اسمه ريد توفيق وبيغني وبيضرب على الطبله، ويعني حاسه كده ان القعده عائليه. مش قلتي حبيبنا؟ ده حقيقي.